كأني أبو مهدي يغلب الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة، وهو يرتجز ويقول: ألا فيكم رجل يبارز؟ لله درك يا أبو مهدي، من للضعفاء من بعدك؟ سلام الله عليك، سر ونحن وراءك. مهدي الحين حاليا داخل تحدي مع شخص اسمه فيكتور بلاك، هذا الكذاب الدجال الذي يقول أن هناك بروتوكول إنجاب أثناء فترة السايكل. وبما أن أبو مهدي ماخذ فترة تي آر تي لسنوات عديدة، فهذا الشيء شبه مستحيل. والعلم يقول إذا تريد الإنجاب وأنت داخل تي آر تي يجب أن تتوقف حالا عن التي آر تي وتعود إلى فحص الحيوانات المنوية من 6 إلى 9 شهور، وفي ناس تمتد إلى 12 إلى 24 شهر. فبرافو على أبو مهدي أن دخل هذا التحدي الشبه المستحيل لنسف هذه المسخرة اللي قاعد تصير حين حاليا. استخدامات التي آر تي هو قمع إنتاج الحيوانات المنوية، وأربع أشهر من التي آر تي أربع أشهر كافية لقمع إنتاج حيوانات منوية ما بين 64 إلى 85%، أربعة أشهر تي آر تي قاعد أسولف أنا، تمام؟ والدراسات أيضا ذكرت أن 33% من الناس، تمام، حتى من بعد توقف التي آر تي، تمام، لا ترجع إنتاج حيوانات منوية إلى وضعها الطبيعي وأقل من 5 مليون. وهذا الموضوع يعتمد على طول مدة التي آر تي والعمر، فما بالك أبو مهدي ماخذ لسنوات طويلة، فالموضوع يكون شبه مستحيل، وخصوصا حتى أنه هو ما توقف عن التي آر تي. لحظة، الدراسات الآن حطيتها هي فقط التوقف عن التي آر تي بدون خطة العلاج. فإذا أنت أساسا ما عندك مشكلة في الخلفة من البداية، تمام، ودخلت تي آر تي مطول، تمام، وتوقفت عنه وأخذت مواد العلاج لتسريع عملية إرجاع الهرمونات وحيواناتك المنوية، أمورك بالسليم السليم، ولكن يجب أن تتوقف عن التي آر تي. فيكتور بلاك أيضا عنده فكر معين، يقولك حتى إذا أنت وقفت الهرمونات لا تسوي بي سي تي، انطر 5 أسابيع، خل الجسم بروح يسوي ريستور بنفسه. زين، والجحش اللي عندي أنا هذا أبول فيه بس؟ زين، عطنا حلول إذا حاشني ضعف جنسي. أخذ فياجرا، أخذ تونقة علي. لا لا لا، ما أنا، أنت يا بقرة خذيت مواد العلاجات أثناء السايكل وقت البي سي تي ما تبي تدخل إياهم، يقولك يمكن أحساس إنه لا تسوي وي وي، يعني تسوي شيء ترفع وتصعد ومعنى ممكن تدخل في لا. هذا شوف، هم عندهم نزعة كبيرة من البي سي تي، عندهم تخوف كبير. ليش؟ ما يبيك تدخل البي سي تي، يبيك يكون أنت محتكر حقه، وكأن انك انت خلاص، انت خلاص دخلت هذا العالم ما تطلع منه. لا، مو على كيفك، بحت تجاري بحت 100%. والله العظيم اللي يسمع البودكاست مالهم كأنه يقول طفي، شيل قدتك، قطها بزبالة، ما نبيها، ايش في هذه؟ انت يا قوطي فكتور، شوف لي قاعد حاجيك هذا، فوفو مسوي بروتوكول الانجاب اثناء فترة السايكل، دخل HMG الكارنتين و والحين فترة البي سي تي ما تبنى دخل، خلي الجسم يرد بروحه، قوطي انت. الفكرة اللي قاعد يطرحها لربما يناسب 1 إلى 3% اللي يدخلون عالم البطولات والاحتراف، بس اني اطبق هذا الفكر على العموم، قزوا هرمون طول عمركم لا تسوون بي سي تي، هذا فكر خاطئ. وراح نوقف ببل عمق، ها نوقف هني تنق. دكتور بلاك واحد زقنبي كلاوتشي قندرتشي قاعد يحط أبحاث لا نعلم مصدر هذه الأبحاث، ندور من وراء مو موجودة. ريال قاعد بتايلند قاعد يجرب على فيران على أوادم ما نعلم، بس أبحاثه ما صار لها ببلشت. فأنت لا تقلد تقليد أعمى وتدخل نفسك الطوفة وتدخل غيرك الطوفة.